حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أتعرفون ما هي مهزلة العصر؟ هي ببساطة أن يختلف أعضاء الأمم المتحدة والمراصد الإنسانية على من أحرق 20 شاحنة إغاثية، أهي الطائرات الروسية أم طائرات نظام الأسد؟ إحراق 20 شاحنة ممتلئة بحليب الأطفال والخبز وفريق لمنظمة الهلال الأحمر كانوا بطريقهم لإنقاذ المحاصرين لا يستحق عناء جلسة طارئة للأمم المتحدة، بل تستحقها جلسة لمناقشة هدنة تحدد موعد حرق السوريين قبل العيد أم بعده. تخيلوا للحظة أن العالم يطالب الشعب السوري بالوصول إلى حل سياسي مع نظام تخشى مؤسسة إنسانية مثل الهلال الأحمر إصدار بيان إدانة بحقه لحرق 12 شاباً وشابة من فريقها. هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول في حلقة اليوم من هنا سوريا. وفي المحور الثاني، إسرائيل تنضم لمحور الممانعة والمقاومة وتتعهد علنا بالدفاع عن بلدة حضر بضغط من دروزها. أهلا بكم. إذا استهدف الطيران الحربي مركز تجمع سيارات الهلال الأحمر التي تحمل مواد إغاثية بعد وصولها إلى بلدة أورن بالريف الغربي لحلب قادمة من مناطق سيطرة النظام في حلب، ما أدى إلى تدمير 21 شاحنة محملة بالمساعدات. نتابع التقرير ونعود للنقاش. أناقش هذا الموضوع مع ضيوف إياد نصر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من القاهرة عبر الهاتف، وضيفي غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار من مرسين عبر سكايب، والدكتور بول مرقص رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية من بيروت عبر الأقمار الصناعية. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. طبعا بعد قليل سنكون مع تقرير مفصل عن هذا الانتهاك الذي تعرضت له قوافل الإغاثة، ولكن سأبدأ بداية مع السيد إياد نصر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. يعني البيانات التي صدرت عن الأمم المتحدة وحتى عن الهلال الأحمر لا ترقى إلى مستوى إدانة بحق النظام أو حتى الطيران الروسي، لماذا؟ الأمم المتحدة أدانت وبكل وبأقوى عبارات الشجب والإدانة بطريقتها الدبلوماسية لما حدث في سوريا من استهداف لهذه القافلة الإنسانية، وقد طالبت الأمم المتحدة على أعلى مستوى إجراء تحقيق دولي محايد غير منحاز ومشفف للوصول وللوقوف على أسباب ومجريات هذه الحادثة، وأيضا لمعرفة من كان خلف ووراء هذا الاعتداء الغاشم. حتى يتحقق ذلك سنستطيع كأمم متحدة أن نوجه ونتحدث عن من كان وراء ذلك ودون. طيب، ولكن يعني موضوع من كان وراء الحادث سيد إياد نصر، يعني أليست لغة دبلوماسية لدرجة الانبطاحية خلينا نسميها البيان الذي صدر؟ لأنه من يقف وراء الحادث معروف، لا يوجد طيران في السماء السورية سوى الطيران الروسي وطيران النظام. سيد
سيدتي الأمم المتحدة، أنا أتحدث باسم العمل الإنساني ومؤسسات الأمم المتحدة الإنسانية. نحن لا ننبطح لأي طرف من أطراف النزاع، نحن نعمل مع أطراف النزاع مجتمعة من أجل هدف واحد فقط، وهو خدمة الناس وتقديم العون والمساعدة للناس. ليس لنا أهداف ولا أبعاد سياسية لكي ننبطح من أجلها. عملنا الإنساني يرقى إلى إنسانية الإنسان، وعندما تصل العملية إلى عدم احترام العاملين الإنسانيين فإننا نتحدث عن هذا ونضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي وأطراف النزاع لكي تحدد هي من هو الذي اعتدى علينا ومن الذي أصاب إخواننا الذين سقطوا اليوم شهداء وجرحى في هذا الحادث المفجع والمخزي للإنسانية والمنتهك لكل القوانين والأعراف الدولية. طيب، سأعود لك سيد إياد وأيضا ضيوفي الكرام، ولكن دعونا نتابع هذا التقرير المفصل عما جرى. بعد ساعات قليلة على انهيار الهدنة في حلب، تعود الغارات الجوية بوتيرة أعلى تمثل في قصف الطيران الروسي لرتل من القوافل الإغاثية مكون من 31 قافلة تابعة لمنظمة الهلال الأحمر السوري في بلدة أوريما الكبرى، بأكثر من 25 غارة تناوب عليها الطيران الحربي والمروحي أدت لاحتراق القوافل بمن فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قام الطيران الحربي الروسي ليلة أمس باستهداف مركز الهلال الأحمر بأكثر من 20 غارة جوية. تناوبت على قصفه طائرتان، طائرة مروحية وطائرات حربية. جاءت الطائرات المروحية في البداية فألقت 4 براميل على المركز مما أدى إلى اشتعال نيران ضخمة مباشرة. ثم جاءت الطائرات الحربية فاستهدفت مكان بالقصف الفراغي واستهدفت فرق الإسعاف والمنقذين. أدى هذا القصف إلى احتراق جميع سيارات الإغاثة، أكثر من 20 سيارة محملة بالإغاثة احترقت بالكامل. استشهد عدد كبير من الموظفين، 12 موظف من الهلال الأحمر على رأسهم قائد الفريق عمر سليمان. حصيلة ضحايا القصف على القافلة الإغاثية بلغ 12 شهيدا بين متطوع وموظف، من بينهم مدير فرع الهلال الأحمر عمر سليمان بركات، وإصابة 18 آخرين حالتهم خطرة. هنا يتحدث أحد الناجين عما سمعه ورآه. قبل ما يطلع الطيران المروحي كان في رمايات من الجنوبي، من المنطقة الجنوبية كان في رمايات صواريخ ومدفعية، أنا سمعته يعني. وفي كان استطلاع، قلت لك أنا قبل ما يطلع ال لا لا بأمان عم دخل السيارة وطلع وما في شيء ما في شيء. يعني نحن على اساس انه هي منظمه عالميه، يعني منظمه الهلال الاحمر، انه خلصوا في هدنه ونحن معميين، يعني محمول انه في هلال وفي منظمه عالميه، نحن اخذين الامان بالله. كل فتره زمنيه بتجي قافله من مناطق النظام تبع الهلال الاحمر، من مناطق النظام لمناطقنا لهون بشكل دوري يعني. وهالمره اجت القافله ورفقناها من الراشدين اللي هي طلعت من دوار الموت على خال العسل، لوصلنا لهون للمستودعات محل ما بدهم ينزلوا الاغاثه. بعد ما نزلناها بفتره بسيطه يعني تمركزت الشاحنات، هي اللي تعدادها حوالي 30 سياره، حوالي ساعه 8 والناس اخذوا راحتها، يعني انه الامم المتحده ما صعب انه ينوصف. فجاه بتشوف العالم صارت اشلاء، حسبي الله ونعم الوكيل. وهاللي صار وعم يدعوا انه هي من باب الهوى، لا كذابين. السيارات نحن رفقناها من دوار الموت حتى وصلت لهون. ايا يكن الطريق الذي سلكته هذه القوافل، فالمستهدف هنا هو حياة الشعب السوري المحاصرين في حلب، منهم على وجه التحديد، اذ تحمل هذه القوافل مواد غذائية وطحين وأدوية وألبسة ومواد تغذية للأطفال لم تمنحها منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أي حصانة ضد قصف النظام وحلفائه. كريمة السعيد، أورينت نيوز، ريف حلب. أعود لضيوفي وأذهب إلى بيروت مع الدكتور بول. دكتور بول، يعني تعليقك على ما جرى، ليس فقط موضوع الانتهاك لقوافل الإغاثة ولكن ردة فعل الأمم المتحدة وبيانها على هذا الموضوع. هناك من يرى بأنه الآن خلص صار وقت أن نرفع نعوات الأمم المتحدة. يجب على الأمم المتحدة أن تشكل لجنة تحقيق لتوثيق هذا الفعل
والتدقيق وضبط طبيعة الصاروخ أو القصف الذي تعرضت له هذه المساعدات، قوافل المساعدات الإنسانية، وأن يرفع ملف موثق بهذا الانتهاك إلى مجلس الأمن الدولي كي يتحرك، كما حصل في مالي في مارس 2015، كما حصل في الكونغو في العام 2008. وأذكر أنه في الكونغو صدر القرار، قرار مجلس الأمن آنذاك رقم 1857، الذي اتخذ عقوبات في هذا الصدد نتيجة القصف الذي صار في ولكن شمال لم نجد أي الكونغو من تحرك، قبل يعني حتى مجموعات مسلحة. لم يتم طلب حتى جلسة طارئة لمجلس الأمن، يعني مثل ما هو متوقع في هكذا نوع من الحوادث. وأيضا موضوع أنه تغيير كلمة من الغارة إلى القصف، الشهود العيان جميعهم يتحدثون عن غارات من طيران مروحي وطيران حربي، أيضا يعني الخبير العسكري الذي يرى آثار هذه العملية يعرف بأنها غارة، لماذا تم تغييرها من غارة إلى قصف؟ لذلك كنت أقول لك أنه يقتضي إرسال، إن لم يكن بعثة تقصي حقائق فلجنة تحقيق دولية يتخذ قرار بشأنها من مجلس الأمن كي توثق هذه الانتهاكات، لأنه ليس المطلوب كما تفضلت جمع مجلس الأمن لإصدار بيان إدانة بالمعنى المعنوي والسياسي فحسب، إنما المطلوب بالمعنى الإجرائي أي تشكيل هذه اللجنة، لجنة التحقيق الدولية، التي على أساسها يمكن إعادة استصدار قرار آخر من مجلس الأمن الدولي بإحالة نتيجة هذا التحقيق إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة وفق نظام روما لعام 1998. وقد حصلت سوابق تاريخية في ذلك، وأريد أن أذكر أيضا سابقة تاريخية أخرى ناتجة عن قرار لمجلس الأمن الدولي، يمكن أن يصدر قرار على غراره الآن، يتعلق بالصومال أيضا لعام 2008، وقد حمل الرقم 1844 نتيجة استهداف قافلات المساعدات. وأيضا المثال الشهير التاريخي هو بموضوع يوغوسلافيا السابقة في التسعينات القرن الماضي، عندما حدثت مجزرة المستشفى الشهير فيكوفر، مستشفى فيكوفر الذي على أساسه أحيل العديدون للمحاكمة، طيب منهم من صدر فيهم الحكم متأخرا ومنهم من قضى في السجن مثل ألم يختلف ميوزوفيتش وغيره من الوضع القادة الآن؟ المعنيين. اسمح لي، أنت الأستاذ غزوان قرنفل، يعني ضيفي بول تحدث عن يعني نماذج تاريخية من الفترات اللي صار فيها حروب وتم استهداف قافلات إغاثية للأمم المتحدة، وتحدث عن أهمية يعني إجراء تحقيقات وعقد يعني رفع إلى مجلس الأمن والقيام بمحاكمات. الآن برأيك إذا كان رح يصير هذا الشيء بالفعل رح ياخذ نفس المجرى، ولا رح يصير مثل ما صار بموضوع المجزرة الكيماوي والتحقيق اللي إلى الآن شغال وإلى الآن لم يتم تحديد المجرم؟ أستاذ غزوان، أستاذ غزوان قرنفل، طيب روح للأستاذ إياد نصر نفس التعليق، تفضل. أعتقد عزيزي بأن أي قرارات تنتج عن لجان التحقيق تبقى لمجلس الأمن وللأمم المتحدة بهيئاتها السياسية، أي هي ما اجتمعت عليه دول العالم بأن تقرر كيفية تنفيذ هذه الإجراءات. نحن كمؤسسات إنسانية ليس لدينا السلطة في إجبار أو معاقبة أي طرف من أطراف النزاع، وإنما المجتمع الدولي وهو الجمعية العامة المتحدة وهي الأمم المتحدة بهيئتها السياسية، ومجلس الأمن على وجه التحديد هو المسؤول عن محاسبة ومعاقبة كل من يتحمل مسؤولية ومن يثبت إدانته في مثل هذه الهجمات ومثل هذه الاعتداءات السابرة. الأمم المتحدة عندما نتحدث هنا عن لجان التحقيق، هذا ما طالبنا به وهذا ما طالب به السيد ستيفن اوبريل
منذ حدوث علمه بهذه الهجمة الجبانة حقيقة، طالما بأن تكون هناك لجنة تحقيق تتابع هذه العملية وتكون غير منحازة وتكون مستقلة تماما في عملها، لكي نضع أمام العالم إجماع من هو المسؤول عن ذلك حتى تخلص هذه النتيجة. طيب ولكن ولكن أول شيء سؤالي لحضرتك، أنه ليش تم تغيير نقطة الغارة بالبيان للقصف؟ وأيضا الموضوع التحديد ليش بياخد كل هالوقت، وخاصة أنه معروف مين الطيران الموجود بالسماء السورية، مثل ما صار بدير الزور، يعني مباشرة لما صار قصف لمواقع النظام بدير الزور مباشرة قالت روسيا بأنه أمريكا هي اللي قامت بهذه العملية، ما احتاجوا لعملية تحقيق طويلة. سيدتي كما تحدثت لم تحتاج إلى عملية تحقيق طويلة أو قصيرة، ولكن هناك عملية تحقيق. لست أنا ولا أنت من يصدر القرار، يجب أن تكون هناك لجنة تحقيق لتعمل على تقصي الحقائق وجمع المعلومات وجمع البيانات والإفادات. وإذا كان ما تتحدثين به حضرتك هو الحقيقة وما رأه الشرع والحقيقة، فيجب أن يصدر من جهة قانونية ترفع هذه المعطيات إلى مجلس الأمن بشكل قاطع وغير مشوب. يتوجب كما تحدث الأستاذ القانون الدولي الموجود معكم أيضا وأضم صوتي إليه، يجب أن تكون هذه البينات وهذه المعلومات الموجودة متاحة للجان التحقيق من أجل البت في حيثياتها. لا يمكن للغربال أن يغطي عين الشمس، كل ما هو موجود على الأرض يتم جمعه من لجان التحقيق. نحن لسنا جهة تصدر إذا كان لسه نحن ننتظر تشكيل اللجنة من قبل الجهات المسؤولة الدولية والأممية لكي تضعنا جميعا في صورة الوضع الحقيقي. طيب لماذا قرر البيان إذن بأنه لماذا قرر البيان مسبقا بأنه العملية قصف وغيرها من غارة لقصف؟ عملية قصف تحدثنا عن عملية هجمات، لأن من يحدد إذا كان هذا قصف جوي أو غير جوي هي اللجان المختصة. لا يوجد لدينا كعاملين إنسانيين متخصصين في الهجمات العسكرية ولا الحربية، وليس لدينا خبرة في الأسلحة البالستية الموجودة على الأرض. نحن جهات إنسانية، تم الاعتداء علينا كما يتم الاعتداء على المدنيين في سوريا، قتلنا وأصبنا ودمرت الشاحنات ودمرت المواد التي نحملها، وبالتالي نحن كمؤسسة أممية نتوجه إلى المؤسسة الكبرى الأمم المتحدة وإلى المجتمع الدولي مطالبين بأن يتم التحقيق في ذلك لكي نعرف جميعا نحن وأنتم ما الذي حدث، من الذي قام بذلك، ولماذا قاموا بهذه الجريمة النكراء. أستاذ غزوان قرنفل جاهز معي؟ طيب أستاذ غزوان، يعني قانونيا الآن إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع وتحديدا عملية التحقيق اللي طالب فيها بيان الأمم المتحدة، تعليقك تفضل. يعني بكل أسف يعني المسألة واضحة، لا تحتاج كثير إلى يعني بينات لحتى نثبت أنه هناك قصف جوي قامت فيه الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري، استهدفت في أعيان محمية سيارات الهلال الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية، هي أعيان محمية لا يجب استهدافها، واستهدافها تمثل جريمة حرب. المسألة يعني برمتها واضحة. اليوم أن تدخل المسألة في دهاليز ملفات وتحقيق ومعرفة مين اللي قصف مين، يعني بتقديري هي نوع من المماطلة للتهرب من الاستحقاقات والمسؤوليات. السياق الآخر، يعني اليوم هناك قرارات دولية، بس ضيفي إياد عم بيقول بأنه قانونيا لازم هن ياخذوا هاي الإجراءات. طبعا يعني هي إجراءات روتينية يجب العمل عليها لحتى يكون في قرار واضح بإدانة جهة ما أنه هي المسؤولة عن هذا الاستهداف. لكن في جميع الأحوال المسألة واضحة، لا أحد يملك في الأجواء السورية من طيران حر الحركة سوى النظام السوري والطائرات الروسية، وغالب الظن أن الطائرات الروسية هي التي استهدفت القافلة لسبب غير معلوم، ولكن هي طالما استهدفت الأعيان المحمية ليست فقط قافلة الإغاثة، سبق استهدفت مدارس واستهدفت مشافي وهذا معلوم، وكل هاي الأعمال هي تصنف في القانون الدولي الإنساني كجرائم حرب. طيب دكتور بول، يعني عادة لما عم يصير في انتهاكات معينة إلى علاقة بأمور كيدية
بين الدول اللي عم تتقاتل بسوريا سواء روسيا أو أمريكا، مباشرة بتم تحديد العملية بالضبط ومين قام فيها وبأي ساعة وشو نوعية الأسلحة المستخدمة؟ لماذا الآن جاءت الأمم المتحدة إلى الآن وتريد أن تقوم بتحقيق مطول ولم حتى تصدر بيان ولو فيه إدانة بشكل غير مباشر للمنفذين لهذا الموضوع؟ هل له علاقة بما الفضيحة التي خرجت على الأمم المتحدة وتعاونها وتقديمها مليارات الدولارات لنظام الأسد؟ حديثنا هنا بمعنى الرأي لا أعتقد أنه يفيد بمقدار الشرح القانوني للسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات أن ثمة ممر إلزامي لأي إدانة دولية، على الأقل إذا كانت هذه الإدانة هي إدانة قضائية عبر محكمة روما لعام 98، ما لم تنشأ محكمة خاصة لسوريا أدهوك، هي عبر لجنة تحقيق يشكلها مجلس الأمن الدولي على أن تمنح مهلة سريعة معقولة تقاس بالأيام وليس بالشهور، وأن يكون لها صلاحية الطلب من الدول المعنية صورا عن الأقمار الاصطناعية، وأن تستجوب من تراه مناسبا من المسؤولين الميدانيين سواء من النظام أو من المجموعات المسلحة، بحيث تصدر تقريرها وترجع به إلى مجلس الأمن الدولي كي يحيل هذه الجريمة، جريمة الحرب، إلى المرجع القضائي المختص الذي ذكرته. في سوى ذلك لا معنى لتمنياتنا، نحن يجب كقانونيين مستقلين أن نطالب بإجراء تحقيق توثيقي قابل لتقديمه كمادة صالحة للمحاكمة، وهو الأمر الطبيعي في الآليات القانونية. طيب، بس هو السؤال بصرف النظر عن الرأي الشخصي، بصرف النظر عن الاقتناعات أو القناعات طيب. الشخصية بأن هذا الطرف أو ذاك هو الذي ارتكب هذه المجزرة، هذا أمر مفروغ منه قياسا على تجارب قانونية وشواهد تاريخية سبق أن عددتها لك، وبالتالي هذه هي الآلية القانونية الوحيدة المحال المتاحة طيب حاليا. السؤال هون دكتور، السؤال هون بما أنه يعني اللي عم يتابعنا الآن تابعنا بالأيام الماضية وشاف كيف أنه خلال ساعات مباشرة من عملية قصف قوات النظام بدير الزور من قبل أمريكا، خلال ساعات مباشرة كان خلص التحقيق وكانت طالعة النتيجة وكانت طالعة أمريكا باعتذار. فلما بيسمع هذا الكلام الآن على قوافل إغاثية عن الأمم المتحدة وبأنه لسه ما في أي شيء طلع وعم ينحكى بأنه لازم تحقيق وبيان غامض طلع عن الموضوع وبأنه بده ياخذ وقت حتى لو كان أيام، رح يستغرب بأنه نفس الآليات اللي حددت المجرم أو المرتكب لقتل قوات النظام هو قادر، نفس الآليات هاي بتحدد الآن شو عم بيصير. نعم، لأن هذه الآليات التي تتحدثين عنها وإن كانت محقة أو صائبة في مكان أو تاريخ معين، إلا أنها تبقى آليات سياسية لا تقود ولا تؤدي إلى الإدانة القضائية القانونية. إذا أردت فعلا أن توثقي وتضعي ملفا متكاملا جاهزا للإحالة إلى المحكمة تبعا لاعتبار أن هذا الجرم هو خرق لجرم الحرب، هو خرق لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، ما عليك سوى تشكيل هذه اللجنة مع مهلة ضيقة، مع صلاحيات شاملة، مع عودة جذرية إلى مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الملزم للدول تحت طائلة اتخاذ إجراءات جذرية عسكرية أو اقتصادية أو سوى ذلك بحقها. هذه هي الآلية القضائية. في مكان وزمان آخر ولو كان متصلا بالنزاع السوري، إذا كان ثمة فعل من هنا أو من هناك صارت إدانته أو الاعتراف به أو يعني عدم تجهيل الفاعل فيه، إلا أنه لم يؤل إلى محاكمة. إذا أردت فعلا أن تصلي إلى المحاكمة هذه هي القناة الأساسية. طيب، ولكن هناك من يقول القانون الدولي، هناك من يقول، اسمح لي روح للأستاذ إياد نصر،
بأنه موضوع تغيير الكلمة اللي كانت واردة بالبيان، وإضافة إلى البيان الهش الذي صدر من الأمم المتحدة، بغض النظر عن قانونيا شو بيحق لها تصدر، الكلام ما عليه رباط صاير هالأيام كمان، بغض النظر عن كل هالشيء الحديث عم يتوجه بأنه في ضغوط ربما على الأمم المتحدة، وتحديدا بما أنه هي يعني صارت متورطة مع النظام بتقديم دعم مالي، والفضيحة المتعلقة بالأموال التي تقدمها لجمعيات تابعة للنظام تمول ميليشيات. أستاذ إياد نصر، نعم، أين السؤال؟ حضرتك تكلين اتهامات غير منطقية وغير صحيحة وتنتظري من الإجابة. الأمم المتحدة غير متورطة بأي تمويل لأي أجهزة أو أي أنظمة في داخل سوريا. عملنا هو إنساني بحت متعلق بتقديم المساعدات الإنسانية لكل السوريين أينما كانوا وأينما وجدوا. تتحدثين عن إعطاء مليارات الدولارات إلى الحكومة السورية من قبل الأمم المتحدة، في حين نحن نعرف تماما بأن العملية الإنسانية في داخل سوريا جميعها غير لا نحصل على التمويل، ولكن هو حد التمويل المليارات عم يصير لجمعيات على أساس إنسانية. أردت تمرير هذه العبارات من خلال سؤال قانوني، فأرجو الإجابة عنها بشكل واضح. تستطيع الإجابة عن كل تساؤلات حضرتك أمام المشاهدين بشكل واضح وبشكل جلي. الأمم المتحدة عندما كانت هذه التقارير التي وردت ردينا عليها بشكل واضح وأعطينا التفاصيل بالكامل. نحن نعمل مع كل الجمعيات الموجودة سواء في المناطق الموجودة تحت الحكومة السورية وأيضا في مناطق المعارضة وأيضا في تركيا وأيضا في كل المناطق. نحن نعمل مع كل الجهات والفئات التي لها حاجة. نحن نريد أن نصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس. ولكن جمعية البستان التي تدعمها الأمم المتحدة، لا أدري إن كنت تعرف بأنها هي لرامي مخلوف، وهي أساسا جمعية تمول الميليشيات. سيدتي، الأسماء التي تطرحينها أنا شخصيا ليس لي علم باسم جمعية محددة. نحن نعمل مع جمعيات موجودة في دمشق وموجودة تحت سيطرة الحكومة السورية، ونعمل مع جمعيات أيضا في مناطق المعارضة، ولا نستشير فيها الحكومة السورية عندما نتواصل ونتعامل مع هذه الجمعيات. إنما معيارنا الذي يحدد ذلك هو مدى قدرة هذه المؤسسات على تقديم المساعدة للناس بشكل مباشر. عملنا مع الجميع ولا نستثني أي أحد، لأن هدفنا ليس سياسي وليس لنا في ذلك لا ناقة ولا بعير، إنما هدفنا الرئيسي هو أن نصل إلى الضحايا، إلى الناس الذين يحتاجون إلى العون والمساعدة، إلى الإنسان السوري أينما وجد أينما كان وما كانت هي انتماءاته الحزبية أو غير الحزبية، لا يهمنا ذلك. تعليق أخير للسيد غزوان قرنفل. يعني أنا بتقديري يعني هناك قرارات دولية تتعلق بإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة 2139-2165، حتى القرار الأخير هو بدون موافقة السلطات السورية. لماذا تنتظر القوافل موافقة السلطات السورية؟ ما الذي تفعل القوافل لحتى تحصل إمكانية الدخول لتلك المناطق المحاصرة رغم أنه قرار دولي تحت الفصل السابع؟ يعني هذا التقصير من قبل الأمم المتحدة إضافة إلى الفضيحة السابقة اللي تحدثت عنها حضرتك، واللي الأخ المتحدث الأخير عم يبرئ ذمة الأمم المتحدة في هذا السياق، لكن الحقيقة تعاطي الأمم المتحدة يمثل عار على المستوى القانوني فيما يتعلق بالصراع في سوريا. شكرا. وهو هلا متى ما وصل البل لدقنهم ما بنعرف كيف حيكون موقفهم. غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الاحرار من مرسين عبر سكايب، شكرا لك. واشكر دكتور بول مرقس رئيس منظمه جوستيسيا الحقوقيه من بيروت عبر الاقمار الصناعيه، واياد نصر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه في الامم المتحده كان معي من القاهره عبر الهاتف. بعد الفاصل، إسرائيل تنضم لمحور الممانعة والمقاومة وتتعهد علنا بالدفاع عن بلدة حضر بضغط من دروزها.